الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أول شعر تعلم إذا ما كنت لست بعالم، فما العلم إلا لأهل التعلم. تعلم فإن العلم أزل للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم. كرام من أساتذة وسلطان المحدية والفائزين الجدد بمسابقة الدكتوراه، وكذلك الحائزين على درجة الأستاذية في الجامعة، نرحب بكم. ودامت المكتبة هي بيت الذي يحتضن الكفاءات والنقاط. الفخر إلا لأهل العلم كلهم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بنور الله في رحباته، وأضفى عليه الله من رحماته، وميزه كالأنبياء بهديه، وسخره للعلم طول حياته. أنا ناشى المنظمين بارك الله فيهم وجمعية العلماء الجزائريين، ما شاء الله ما يحفظهم، إن شاء الله يكثروا الجمعيات في بناء المجتمع، واحد في غس العلم، واحد في غس الشجرة، واحد في السلوكات. قال حضروا الدكتوراه، الكثير من الولايات تحضر الدكتوراه، مشاريع كثيره جدا تحضر الدكتوراه. احنا الان نجحنا ربما الزملاء نجاح عصام، يعني اجتهاده الخاص او عن طريق وسائل الاعلام، لكن في الولايات المجاوره هناك ما يسمى بخليه التحضير، شاهدته بام عيني. التاريخ يعرف ابناء الولايه بمجرد ان تفتح لهم المسابقه الا وكان لهم نصيب الاسد، فهذا امر لم ياتي مجرده، ولم ياتي اعتباطا، ولم ياتي عفوا الخاطر. الدكاتره او المتحصلين على شهاده الدكتوراه وطلبه الدكتوراه، هذه فكره انه نحن ربما جمعونا لتكريمنا، ونحن اجتمعنا لتكريم مدينه عين السلام. نحن ايضا يعني نكرم مدينتنا ونرفع ان شاء الله اسمها ينوف عنه أستاذ سعيد. تفضل أستاذ سعيد. اليوم جد سعداء بوجودنا بينكم في هذا اليوم التكريمي لحاملين شهادة الدكتوراه لسنة 2022. نحن جد سعيدين. لا يفوتني أن أشكر جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم وهذا اللقاء التكريمي، الذي يعتبر هو في الحقيقة ليس تكريما شخصيا بقدر ما هو تكريم للعلم ولحملة العلم. نوجه الشكر الجزيل لجمعية العلماء المسلمين لمكتبة عين السلام، كذلك لمكتبة المطالعة العمومية وموظفيها على هذه المبادرة الطيبة التي هدفها تشجيع حملة شهادة الدكتوراه، وكذلك الطلبة الناجحين في شهادة الدكتوراه لسنة 2022. كذلك أتمنى من الشباب الذين هم بصدد يعني التحضير لشهادة الدكتوراه، أتمنى أن يواصلوا ويبذلوا المزيد من المجهودات لكي يحققوا هذا الاستحقاق لهذه البلدة الطيبة مدينة عين الساعرة. طالب إسماعيل فتحي، سنة ثانية تاريخ حديث بجامعة محمد بوغياط مسيلة. نشكر جمعية العلماء المسلمين، كما نشكر المكتبة العمومية لمدينة عين السرعة على هذه الالتفاتة الطيبة لتكريم طلبة الدكتوراه وحاملي الدكتوراه، نشكرهم. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.